طوال المعجزات على يد سليمان الحكيم، وتتوالى معها الحروب والشائعات حوله. سليمان الذي سخر الله له كل شيء وما زال يحمد ربه على نعمه، سليمان الذي أسال الله له القطر وهو النحاس، كما ألان لأبيه داود الحديد، معجزات لا تأتي إلا لمن اختصهم الله من الأنبياء. إن أفضل الصيام هو صيام داود، يفطر يوماً ويصوم يوماً ويكثر من قيام الليل والتعبد لله تعالى في جوف الليل، يسبح ويحمد ويستغفر. لقد حجب الطير عنا الشمس الحارقة بأمر من سليمان عليه السلام. فعرف سليمان من أم الرضيع فأعطاه للصغرى. وهل سمعت لها من تسبيحة؟ قالت نعم، إنها تقول: يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك، لا تنسى عبادك المؤمنين برحمتك. اللهم احفظ داود وسليمان. يا له من خير ستستفيد منه البشرية كلها. إن سليمان خير وبركة على هذا الوجود. انظر حولك يا أزدي، أصبحت الحضارة في كل مكان، وها هي المعجزات تتوالى كل يوم. لقد أسال الله لسليمان النحاس فصار يجري كالماء. سبحان الله وبحمده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لقد انهزمنا، هزمنا سليمان. إلى أين أنت ذاهب يا هشام؟ سأسافر في تجارتي يا بنيامين. عندما أعود نتدبر أمورنا مع سليمان. سافر سافر يا أخي ولا تقلق، فأنت وزوجتك أمانة في عنقي. لابد من مراقبة كل شيء في حياتك يا هشام.